نحن ينبغي علينا أن نهتم بشهر محرم وبعزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أكثر فأكثر. هنالك عوامل تدعونا لهذا الاهتمام، نذكر عوامل على نحو الاختصار. العامل الأول، نحن المؤمنين جميعا وبلا استثناء دخلنا الآن في معركة تحد حضاري كبير، وجوهر هذا التحدي الحضاري أن نحفظ هويتنا أو نفقد هويتنا. التجريد من الهوية معناه أن هذا الفرد، أن هذا الشاب، أن هذه الفتاة تنفصل نفسيا وفكريا وروحيا عن تاريخها، عن قادتها، عن مثلها، عن رموزها. أمة بلا تاريخ مثل فرد بدون ذاكرة. الآن أكو جهات تحاول أن تفصلنا عن تاريخنا. هذا الشاب اللي انفصل عن التاريخ، الفتاة التي انفصلت عن التاريخ، يعني فرد لا يعرف كيف يسير في الحياة. إحنا كيف نحفظ هذه الهوية؟ إحنا يجب أن نربط أجيالنا بتاريخنا. التاريخ جدا مهم، وإحدى أهم الأشياء أن نربط أجيالنا، أولادنا، بناتنا، حتى الصغار منهم، نربطهم بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبآل البيت وبالإمام الحسين صلوات الله عليه. البعثيين في العراق 35 عام اشتغلوا ودمروا وفعلوا ما فعلوا، مما يحتاج إلى ألوف المجلدات حتى واحد يعرف ماذا فعلوا. ولكن تجدون الآن المؤمنون في العراق حافظوا على دينهم وإيمانهم. من العوامل المهمة لذلك قضية عاشوراء والارتباط بعاشوراء. إحنا في الواقع هذا الارتباط بالتاريخ، الارتباط بالإمام الحسين صلوات الله عليه، يجب أن نبقيه على أقوى ما يكون، حتى عند أطفالنا الصغار. إحنا الحمد لله في قضية كربلاء نملك نماذج مشرقة عظيمة. عندنا نموذج الشباب علي الأكبر، عندنا نموذج الشيوخ حبيب بن مظاهر، عندنا نموذج الأخت المجاهدة زينب الكبرى صلوات الله عليها، عندنا نموذج الأخ الوفي أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، وهكذا من هذه النماذج. العامل الثاني أن الاهتمام بقضية عاشوراء وبقضية سيد الشهداء صلوات الله عليه سبب لنجاتنا بإذن الله في الدنيا والآخرة. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، الذي كون هذه الحوزة العلمية التي تجدونها في قوم، هذا كل يوم كان عنده بحث علمي يلقيه على طلابه. قبل البحث كان يقول للخطيب أنه اقرأ مصيبة سيد الشهداء، يقرأ المصيبة ثم يبدأ ببحثه العلمي. في يوم عاشوراء أو في ليلة عاشوراء كان يخرج مع المواكب، مع أنه كان المرجع الأعلى في حياته، كان يخرج مع المواكب
مع الأفراد العاديين لاطما على صدره وعلى رأسه. بعض قالوا له: شيخنا، هذا الوضع مو مناسب معك كمرجع أعلى. قال: أنا كل ما عندي إنما هو ببركة الإمام الحسين صلوات الله عليه. إذن الاهتمام بقضايا سيد الشهداء أولا يحفظ لنا هويتنا، هذه المعركة الكبيرة التي يعيشها المؤمنون الآن في كل مكان. والشيء الثاني إن شاء الله تكون هذه الأعمال بإذن الله سببا لنجاتنا في الدنيا والآخرة.